بسم الله الرحمن الرحيم، أحبائي طلاب الثانوية العامة وكل مشاهدي مصر التعليمية، سنة جديدة 2019 سنة سعيدة إن شاء الله، مليئة طبعا بكل النجاح والتفوق لكل أبنائنا الطلبة، طبعا بالأمل والحب والسلام يعم على مصر بإذن الله وكل الدول في جميع أنحاء العالم. أحبائي النهاردة إن شاء الله أكيد هنستكمل مع بعض الفصل الرابع اللي كنا ناقشناه قبل كده، ولكن في البداية طبعا خلوني أرحب بأستاذة إيمان المصري معلم اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا مس إيمان، كل سنة أهلا طيبة. بحضرتك مستر محمد and welcome my dear students, screen viewers watching us now. Hopefully you'll enjoy today's episode and find it useful and happy new year to all of you. طبعا happy new year to you Mr. Muhammad. Thanks a lot. Dear viewers, as I mentioned just before that today inshallah Ms. Iman and I are going to continue studying chapter 4 and we wish if you have time to continue studying chapter 5 بإذن الله. Ms. Iman, لو أنا عايز أتكلم على الفصل الرابع في نقطة احنا وصلنا ليها إني راسندل وسابت وصلوا لهانتنج لودج and they discovered that the king had been kidnapped and his servant Joseph was killed or had been killed. Okay, so if I ask what was supposed Rassendyll to do when they reach the hunting according to Sapt's plan and why did they change plans? Okay. تفضل. طبعاً Rassendyll was supposed to find the king and Joseph and it was supposed that everything was going to be okay. المفروض انه راسندل المفروض يعني كانوا هيروحوا يلاقوا الكينج عادي جدا موجود في المكان وجوزيف وكل حاجه تمام مفيش اي مشاكل. اللي حصل التغيير اللي حصل كان نتيجه لانه فعلا اللي كان متوقع يكون completely changed او تغير تماما انه جوزيف للاسف has been killed. اتقتل جوزيف and the king was kidnapped والملك تم اختطافه. فبالتالي طبعا كل البلانز have changed غيروا كل الخطط بتاعتهم. دلوقتي هم قعدوا بيفكروا المفروض انه حسب الخطه القديمه انه كانوا هياخدوا الكينج ويرجعوا تاني لروريتانيا وخلاص ياخد بقى الكينج مكانه الطبيعي الريل كينج هيروح ويبقى الملك وراسندل كان هيرجع تاني يسافر لبلده ويرجع تاني لبلده الأصلية. ولكن طبعا لما حصل التغيير ده في الخطة وتفاجئوا بالموضوع سابت quickly came to another plot وصل لي في خطة تانية أو فكر في فكرة تانية وهي إنه راسندل has to continue pretending being a king. راسندل كان لازم يكمل انه يمثل دور الكينج. ففي البوينت دي طبعا راسندل اتفاجئ وكان شايف ان هي حاجه very dangerous وخطيره جدا وانه ده كان هيعرضه لمواقف بقى كتير. هو تحمل فكره انه يمثل دور شخص اخر لمده يوم واحد ولكن انه يرجع بدون امل في انه يحصل تغيير ويفضل هو الكينج لفتره الله أعلم قد إيه. ده طبعا كان شيء مريب جدا بالنسبة له وكان في a lot of dangers و a huge challenge. طبعا خطر كبير وتحدي كبير ولكن مع الوقت راسندل طبعا اقتنع بالفكرة. He accepted the challenge وقبل التحدي وهنا ظهر التغير في شخصية راسندل للمرة يعني طبعا مش الأولى مرات كتير قبل كده في مواقف فاتت إنه حس بالresponsibility أو بالمسؤولية تجاه الآخر وتجاه الناس. Yes, great. Yeah, to sum up, we can say this in points في نقاط محددة. When they reached the hunting lodge, I mean Sapt and Rassendyll, they found that the king had been kidnapped and the servant was killed. Okay. So, Rassendyll had to stay. لازم يستنى. Sapt said that there must be a king in the palace the next day. لازم يكون في ملك موجود في القصر لليوم التالي. طيب حتى شفنا احنا كمان ان راسندل بيستفسر. يعني how can a king be in the palace although we don't know where he is. احنا نعرفش اصلا هو فين. He's kidnapped. طبعا كان يقصد سابت ان راسندل himself should go on pretending or impersonating the real king. يستمر طبعا في تمثيل دور الملك الحقيقي.
شفنا there was a fight, كان في قتال بين سابت راسندل from one side and Duke Michael's men from the other side. And راسندل managed to kill two of Duke Michael's men. لكن نخلي بالنا مش دول من اللي هم السبيشال سولجرز اللي هم الجنود المخصصين اللي احنا عارفينهم طبعا اللي هم الثري روتينز والثري فورينرز. لا ده حد او بعض الناس احنا كنا المنطقه كلها بتاعت زنده كلها رجال ديوك مايكل. On their way back في طريق العوده what happened to them؟ اكيد طبعا بالنسبه لنا احنا يعني they spend long hours ساعات طويله جدا planning for the coronation and after attending the coronations he went on a procession. شفنا الموكب بتاع راسندل وكمان في ليفيا وبعد كده going back to the hunting lodge. All the time they are working and working hard. طيب في طريق العودة بقى دلوقتي من الهانتنج لودج للكابيتال سيتي اللي هي ستريلسو what happened؟ تعالوا نشوف الكلام ده على الشاشة مع بعض. بيقول لي هنا a kind farmer سابت اند رودلف راسندل arrived at a farm. في الطريق العودة طبعا وصلوا لمزرعة. The farmer was very kind. One of the farmers أحد الفلاحين في الطريق استضافهم. He gave them some food and allowed them to rest. رودلف راسندل covered his face. أكيد راسندل طبعا كان مغطي وجهه على أساس طبعا so as not to be recognized حتى لا يتم التعرف عليه. By in one. He told the farmer that he had a bad tooth. طبعا أكيد the farmer asked why did he cover his face and the answer was that he had a bad tooth. Reaching Estrelso وصلنا العاصمة. تفتكروا العاصمة أحبائي كان شكلها إزاي بقى بعد سهر ليل طويل جدا celebrating the coronation. Sapt and Riddle Frasendal hid or headed off until they reached Estrelso. The streets of the capital were quiet. As most of the people were resting after the celebrations. الناس كانت بتحتفل طوال الليل فأكيد طبعا العاصمة كانت هادية جدا في هذا الصباح. When Fred saw Rudolf Rassendel he thought he was the king. عبارة مهمة جدا. احنا طبعا عارفين ان before they go to the hunting lodge they asked سألوا Fred to guard the bedroom or the king's bedroom and not to allow anybody to get in. لكن لما رجعوا شفنا ان فريدز himself couldn't recognize راسندل and thought that he was the real king. What does this indicate Mrs. Iman? تفتكر ده يبين لنا ايه؟ Of course طبعا ده بيبين انه راسندل is completely similar to the king and they are identical. يعني الاثنين كده شكلهم فعلا مطابق لبعض. It's too hard to recognize the difference between them. صعب قوي ان انا اميز الفرق ما بين الاثنين. وبالتالي this of course boosts Trasandel confidence او self confidence. ده هيخليه اكيد ان هو يثق في نفسه اكتر ويحس انه الموضوع هيكون اسهل كتير. اذا كان فريتز اللي عارف الموضوع ما قدرش ان هو يستنتج انه ده راسندل مش الريل كينج وعلى طول قام وحس ان ده الكينج وباود والكلام ده كله. ده كده معناه طبعا انه it's very difficult to know the difference between Rassendel and the real king. So as long as it's difficult to Fritz, sure it's going to be so difficult for the other people. اكيد طبعا لو هو صعب على فريتز يبقى اكيد هيكون صعب على الناس التانية اللي مش عارفين الموضوع ومستحيل ان حد يشك في انه راسندل ده a pretended king ان هو شخص مزعوم ان هو يكون king. Great. يبقى شفنا ان راسندل protested against the idea of going back to the capital Strelso. معترض على فكرة نرجع تاني and continue playing the role of a king. كان ايه his doubts؟ اكيد راسندل had doubts كان عنده شكوك اني people might recognize him. الناس ممكن تعرف عليه وذكر طبعا المثال بتاع برنسس فليفيا ان she realized that he looked worried and a little thinner. كمان هو متأكد ان ديوك مايكل knew that he is not the real king. لكن اكيد لما يرجع ونلاقي فريدز one of the bodyguards of the king احد حراس الملك مقربين هو طبعا وسابت لما فريدز as a young man كمان يعني المفروض تكون ذاكرته بقى حاضرة يعني ما قدرش يتعرف على راسندل وشك ان ده الملك
he jumped to his feet and bowed وانحنى لي. أكيد طبعا ده بيخلي راسندل felt some kind of relief, أحس كده بطمأنينة إن even Fritz, one of the plotters, مش عايز أقول plotters, the people who planned for rescuing the king, يعني واحد من الناس كان بيخطط لإنقاذ الملك وما قدرش يتعرف على راسندل, فأكيد طبعا ده يدي راسندل أريحية إن that his plan will work, ان الخطه بتاعته سوف تعمل او هيكون لها نتائج طيبه. تعال نشوف, وي هاف فون كول فروم كايرو, وي هاف احمد. ازيك يا احمد؟ احمد الو, ازيك؟ ازي حضرتك مستر محمد؟ الحمد لله يا حبيبي تمام. ربنا يخليك. مس ايمان, اهلا يا احمد, نورتنا. كل سنه وحضرتك طيب يا مستر. انت طيب يا حبيبي. انا بس كان عندي بس طلب في الاول بس كده, ان احنا يعني لو ريت حضراتكم تمدوا وقت الحلقه لمده ساعتين. ان احنا صراحه ما بنلحقش نكتفي من شرح حضراتكم بجد. تمام دي نقطه. ايه تمام. تاني حاجه, انا كان عندي بس ثلاث اسئله حضرتك. طيب صغيرين مش هاخد وقتك حضرتك سريعا. طيب بالنسبه لحكايه الوقت, يعني احنا بنحاول برضه اداره القناه, لكن انت عارف ان هي قناه واحده وبتحاول تخدم كل اولادنا في المراحل التعليميه المختلفه, مش بس على فكره الشهادات, مش بس ثانوي او المرحله يعني او الشهاده الثانويه والاعداديه والابتدائيه, ولكن بنحاول برضه نرضي طبعا لان في زمايل ليكوا في اولى ثانوي وثانيه ثانوي وفي طبعا اعدادي وهكذا, فمعلش هو الوقت للاسف قناه مباشره طول الوقت ولكن غير كافيه بالمره يعني. ولكن نعم ربنا يسهل ان شاء الله, الفتره الجايه هتنتهي الاعداديه ويبقى في وقت اطول ان شاء الله. حاضر. وفي مراجعات وكده باذن الله. الاسئله بتاعتك بقى يا ابو حميد اتفضل. السؤال الاول في الشويس ستوري نقط. ايوه نقط از هيلبفول. ده ايه نقط وبعدين از هيلبفول. از هيلبفول ان تيتشينج. از هيلبفول ان تيتشينج بوك. لا ايه اللي بعد تيتشينج؟ نقطة يعني. وبعدين يقول لي بعدين ايه؟ نقطة اسمين بعد بعد النقطة ايه؟ it makes students ايوه it makes students ايوه تمام. ready to work harder الاختيارات. A بتقول لي enrollment ايوه. B retirement C encouragement D appointment. طيب encourage. سؤال الثاني حضرتك. طب نجاوب ده الاول. طيب اسمع الاجابه بس وبعدين دي appointment صح؟ yes. هو طبعا لو انت شايف ايه الحاجه اللي ممكن تخلي الستودنتس انهم يبقوا يذاكروا اكتر؟ الانكارجمنت. بس انا لقيت الكتاب مجاوب وقال انها ريتايرمنت, فانا عشان كده استغربت شويه. لا طبعا ريتايرمنت انت عارف معناها يا احمد؟ عارف انها اللي هو اسمه كده يعني شخص انه يطلع على سن المعاش. فدي ملهاش اي علاقه بالستودنتس خالص. فالمفروض كلمه بس غلطه يعني. هي مفيش اي اجابات ثانيه يعني, حتى مفيش اصلا تداخل بين الكلمات. بالظبط. عارف انرولمنت اللي هو التسجيل في دوره دراسيه مثلا, وعارف كمان كلمه ريتايرمنت اللي هو التقاعد او بلوغ سن المعاش. في كمان كلمه ابوينتمنت ميعاد. تمام. فاكيد طبعا هي كلمه انكارجمنت مفيش حل ثاني. اتفضل. اللي بعد كده؟ السؤال اللي بعده بيقول لي he ايوه ها suggested that everybody not an effort an effort. تمام. الاختيارات a بيقول لي exerted exerted ها exert C would exert D has exerted D has
exerted. He suggested that everybody an effort. أجي حضرتك من السؤال الثالث ولا هتجاوبي على السؤال ده الأول وبعدين؟ نجاوب على yes. ده؟ حاضر. هو هتلاحظ التعبير نفسه كلمة he suggested that everybody. تمام. لازم تخلي بالك ان كلمة suggest لو بعدها فعل مباشرة يا احمد يبقى فعل في اي ان جي، تمام؟ تمام. لكن لو جت suggest وبعديها ذات فاعل ثاني ايا كان الفاعل مفرد او جمع يبقى لازم مصدر بدون اي اضافات. مصدر بدون اي اضافات. انا حضرتك لسه فاهم القاعده دي وصراحه اخترت اكزيرت بس. ايوه. لا يا حبيبي. يبقى احنا بالنسبه لنا كنكتب بس عندنا في بعض التعبيرات it is essential that it is necessary that somebody suggested that كل ده لو بعديه فاعل يبقى انا بستخدم مصدر بدون اي اضافات. تخيل لو مثلا مكتوب مثلا we suggested that احمد المفروض ان في الطبيعي ان احمد بنضيف اس لكن لو حطينا كلمة suggest that احمد يبقى فعل من غير اي اضافات. لان دي حاجة يا احمد اسمها subjunctive verb. السبجنكتيفز دول او النوعية دي من الافعال بتيجي بعد expressions معينة زي مستر محمد قال منهم كلمة suggest لانه ده action ما حصلش فعلا. ده احنا بن suggest لسه او بنتخيل ممكن ان هو يحصل. فساعات بيحصل تغيير في الفورم بتاع الفيرب عن القاعدة الأصلية لأنه الحدث نفسه احنا بنقولش ان هو تم في توقيت معين. ده هو بس مجرد suggestion. فدي نوعية كده من الأفعال بنسميها subjunctives ما بتتبعش القاعدة الأساسية. فبعد suggest دايما نيجي الـ infinitive form. يس. اللي يبقى الأفعال بتاعتنا exert زي ما exert طبعا. يس. السؤال التالت. آخر سؤال. تفضل. مايا. مايا؟ ايوه مايا تمام. نقط. علا. علا. تو ستارت. تو ستارت. ريفايزنج فور ذا تيست. ديفايدنج. ريفايزنج. ريفايزنج. فور ذا تيست. ريفايزنج فور ذا تيست. الاختيارات. ست. ايه؟ ست. ست؟ ايوه. S E T. S A I D. S A I. Sid. 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 Sorry. Sid. وبعدين. Explained. Explained. في الباست برضو. في الباست. تمام. بعد كده. Suggested. Suggested. واخر اختيار. Advised. Advised. انا صراحه برضو اخترت ادفايس. تمام. بس لاقي برضو الكتاب برضو بختار سجست وانا مش قادر افهم. احنا الكتاب ده مش كتاب المدرسه. مالناش دعوه. كتاب تاريخ. انت احنا معاك زي اختيارك انت زي ما قلت بالظبط كلمه ادفايس. احنا لسه قايلين ان كلمه اولا مش هتقدر تقول ان مايا سيد علا الا اذا قلنا مايا سيد علا مثلا از اواز ماي بيست فريند يعني. لكن انا لما شخص بيخبر شخص بقول مايا تولد علا وكمل مثلا ذات سمبادي هاد دان مثلا سمثينج حد عمل شيء. يبقى كلمه تيل دايما عايزه مفعول والمفعول اهو موجود بس يبقى بتكلم عن بعد كده في حد قام بحاجه. كلمه اكسبلين ما ينفعش اقول طبعا اكسبلين ده علا. سجست احنا لسه قايلين لو جه فاعل يبقى لازم مصدر الناحيه الثانيه. وكده طبعا advise somebody to do something ننصح شخص بعمل شيء يبقى advised علا to revise for او to start revising for the exam. اوكي شكرا لكم محمد. يعني شاكرين جدا لك يا احمد وكل سنه طيب ودعانا طبعا بالتوفيق. نرجع تاني يا ايمان وايه وصلنا ليه طبعا ان رود الفرسون وصل المدينه وهو وقف وثابت ووصل الامر ان فريدز هيم سيلف كودنت ريكوجنايز ذيم ما قدرش يتعرف عليهم. صوتك وضحت لنا طبعا ده يعني دليل كويس او شيء كويس يخلي ان راسندل يحس بارتياح ويكمل في الخطه بتاعته. تمام. طيب لو رجعنا على الشاشه كده هنلاقي بيقول لنا وينفريد سوي رودلف راسندل هي ثوت هي واز ذا كينج سو هي جامبد اب اند باود ان فرونت اوف هيم ادى التحيه للملك طبعا. فريدز اسكت اف ذا كينج واز ديد فريدز بيسالهم يعني الملك فين؟ اكيد طبعا بيسال هو الملك موجود فين؟
Rassendyll told him that the Duke was holding him prisoner. Why do you think they are not sure, Mrs. Iman? Mm-hmm. They are not quite sure that the king had been killed. لكن أكيد طبعاً متأكدين إن الملك kidnapped. Mm-hmm. يعني as long as he is not in the hunting lodge, so he is kidnapped. تم mm-hmm. اختطافه. But why do you think they are, we can say 90% sure that he is still alive, not killed? Because that would be a very stupid action if they killed the king at this time. هيبقى تصرف غبي جدا لو هم قتلوا الكينج في التوقيت. From Duke's side, you mean? Of course, the Duke's side. Mm. لو قتل, يعني نفكر سوا كده, لو هو قتل, Duke Michael قتل الملك الحقيقي دلوقتي, إيه اللي هيحصل؟ طبعا Rassendyll is still there. Rassendyll لسه موجود هناك في المدينة بتاعته, وهو الملك اللي موجود دلوقتي. فبالتالي هيجيب الشخص الغريب ده ويخليه هو الغريب عنهم طبعا, ويخليه هو الكينج بتاع الكونتري او their country روريتانيا forever. هيبقى على طول بقى خلاص كده Rassendyll هو الملك بتاع روريتانيا على طول. ولكن طول ما Rassendyll موجود وسيف وما فيهوش ما عندوش اي مشاكل الحالة دي, الكينج مستحيل او سوري ديوك مايكل مستحيل ان هو يقتل الكينج. فلازم يحافظ على الكينج فترة معينة لغاية طبعا to try to plot another plan, لغاية ما يفكر في فكرة تانية كده, يا ترى هيوقع Rassendyll ازاي, وهل ده اصلا هيتم في النوفل ولا لا. هيحاول بقى يخطط له في افكار كتيرة لغاية لما يضيع Rassendyll خالص ويبعده عن the scene of action, وساعتها ممكن طبعا يموت الكينج وهو مطمن, لانه في الحالة دي مش هيفضل غير ديوك مايكل هو الشخص اللي ينفع ان هو يتولى عرش الدولة. Yes. يبقى احنا كده بالنسبة لنا if Duke Michael killed the real king, اكيد Rassendyll would stay king forever. هيستنى ملك للابد طبعا. For sure he would be able, لانه اكيد طبعا في وضع قوة هو موجود دلوقتي كملك. Who would marry the princess, it goes Prince Flavia, and would be able to kill Duke Michael himself. خلص طبعا Duke Michael. أكيد طبعا Duke Michael was really wise, كان حكيم, was smart, because he kept his brother or half-brother alive. خلاه طبعا ما زال على قيد الحياة, على أساس طبعا first he should or he must get rid of Rassendyll, then would get rid of the real king. تمام؟ طيب تعالوا نشوف على الشاشة كده مهام الملك. احنا خلاص وصلنا لفكرة ان الملك Rassendyll طبعا خلاص بقت عندنا ثوابت دلوقتي ان الملك تم اختطافه ولازم نعمل على ان احنا رجوعه. لكن بالنسبة للشعب, شعب اللي هو the people of Roritania, يعني ما عندهمش خلفية خالص او اي فكرة عن اللي بيتم. طيب مهام الملك, what are the duties of a king? طيب لو انت a pretended king, do you have more duties? We'll see. هنشوف على الشاشة مع بعض. The next day, Saab told Rudolf Rassendyll all about the king's duties. خلاص طب ما رجع معاه طبعا. احنا كنا في الأول محافظين Rassendyll على قد الكورونيشن, حفلة التتويج. دلوقتي هتبقى ملك, يبقى استفرد بيه بقى كده Saab وحكى له على كل مهام الملك اللي هي إيه؟ Rassendyll realized it was so hard to be a king. Rassendyll من بعد اللي سمعه من Saab أدرك إني صعب إنك تبقى ملك. And it was even harder to be a pretended king. والأصعب كمان إنك تبقى ملك مزيف. ليه بقى؟ أكيد مس إيمان, why do you think? Is it difficult to be a pretended king more than being a real king? Right. Sure. طبعا هو أصعب, الموقف أصعب كتير, لأنه I have to fight two things. لازم أحارب حاجتين. First of all, I have to manage the responsibilities of the real king. في الأول لازم إن أنا أحاول إن أنا أقوم بكل أعمال الـ real king. إن هو to run the country, يدير البلد. Rule the country. To meet important people. People. To care about his people. Taking طبعاً يهتم بالشعب بتاعه. Important decisions. Yes. طبعاً وعمل some changes طبعاً in the country to suit the people. ولكن في بقى part تاني, وهو إنه I try to hide my real identity. أنا بحاول إن أنا أخبي حقيقتي أو شخصيتي الحقيقية عن الناس. Besides that طبعا في other people who are يعني chasing me, في ناس تانية بتلاحقني.
الاشخاص اللي هم عارفين حقيقتي اوريدي. ديوك مايكل ورجاله. طبعا ديوك مايكل ورجاله. انا محاط بناس ممكن في اي لحظه اقوم بغلطه اخلي الناس دي تعرف او تكتشف حاجه عني، وفي الحاله دي طبعا مصيره هيبقى سيء جدا لو اكتشف ان هو بيقلد دور الكينج وان هو مش الريال كينج. Yes. Moreover, he had to put plans or make plans to risk the real king. Sure. لازم كمان نحط خطط ان احنا ننقذ الملك الحقيقي. طبعا كل دي حاجات كان لازم اصلا طبعا يقوم بيها في هذا التوقيت. وطبعا شفنا كده ان هي هاز ا جود نيتشر، كان طبيعته كويسه جدا، او اختلف كومبليتلي، تشينجد كومبليتلي وين هي ريتشد روتينيا عن ما كان طبعا في استريلسو سوري في بيرلزدن في الجزء اللي طبعا هو كان هناك في انجلترا. تعالوا نشوف على الشاشه كده بنقول راسندل ريلايزد ات واز سو هارد تو بي ا كينج اند ات واز ايفن هاردر تو بي ا بريتندد كينج. سابت تولد رودولف وات هي اوت تو دو اند وات هي اوت نوت تو دو اند اولسو وات هي شود سي تو ذا ميني امبورتنت بيبل هي هاد تو ميت ديورينج ذا داي. لما قابل ناس مهمه يتصرف معاهم ازاي. ميتينج ذا فرنش امباسادور، حصل كده موقف الميس ايمان اني في احد لقاءاته قابل ذا فرنش امباسادور. رودولف راسندل واز فيري وارد وين هي ميت ذا فرنش امباسادور بيكاز، ليه حصل انه كان مقلق. ذا فرنش امباسادور اسكت هيم ا كويستشن، سال سؤال وطبعا راسندل كودنت انسر. بات ليتر سابت تولد هيم، لما حكى لسابت سابت قال له ذات هي شودنت واري، ما كانش المفروض يقلق لان ايفن ذا ريال كينج wouldn't have been able to answer such a question. يعني حتى الملك الحقيقي كان ممكن يخطا، فما فيش مشكله خالص ان راسندل يعني في سم ميستيكس ذات وي كان كفر اب او ذيم اب، كان في مشاكل احنا او في بعض الاخطاء ممكن نتغاضى عنها، لكن في طبعا سم فيتال ميستيكس اللي احنا ما نقدرش نتغاضى عنها. تعال نشوف اتصال، وي هاف احمد فروم اسوان. ازيك يا احمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام وانت بخير. انت طيب يا مستر، الله يخليك. الله يبارك فيك حبيبي، اتفضل. ممكن عندي بس سؤالين مالتيبل تشويس. معذره ارفع صوتك بس شويه. سؤالين معاك، اتفضل. حضرتك اول جمله. على صوتك يا ابو حميد شويه. اول جمله. ايوه ايوه. اي ويل اي ويل ويت اي ويل ويت او نعم اي ويل ويت for you. Wait. For you. For you. For you. I will. أنا سوف أنتظرك. I will wait for you. اللي هي أداة نكرة. أيوة تمام، وبعد space. Space. وبعدين of minutes. Of minutes. I will wait for you. احمد انت شايف على الشاشه يا احمد اللي مكتبه؟ ايوه تمام. طيب يا حبيبي احنا كتبنا I'll wait for you a space of minutes. لا مفيش of. مفيش of. لا لا تمام مظبوط. في of. اوكي ها. تمام. الاختيارات بير كابل وفي كابل بير وكابل و دبل وفيو وفيو و تو وفيو وتو فيو وكابل وتو تمام. تو اللي هي تي دبل او زي كده دبليو او اللي هي رقم اثنين صح؟ مظبوط. يس. طيب هي ده اكسبريشن كده تعرفي احمد a couple of minutes يعني دقيقتين. تو مينتس. اللي هي تو مينتس. بس خلينا نختار كلمه كابل والمعنى اللي يساوي تو يعني. بالظبط. علشان عندي ا و اوف تمام؟ فهنختار a couple of minutes. كلمة a couple اللي قدامك دي بتساوي اتنين، تبقى a couple of minutes بتساوي I'll wait for you two minutes. لو كنت اخترته كنت قلت two minutes مباشرة مفيش of. تمام؟ ومحدش يقول لك برضه a few، كنت قلت a few minutes من غير of. يعني I will wait you for أو I will wait for you a few minutes أو a couple of minutes أو two minutes. تمام؟ كده يعني تمام يعني. يس. في سؤال كمان؟ سؤال تاني معلش. اتفضل سريع. بيقول on 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 some libraries on on some libraries yes on some libraries libraries نكتب هنا خليه يشوف الميزان on some libraries libraries there are there are shelves
On ولا in? There are shelves. On some libraries, there are shelves that can have as many as 200 books. That can have as many as 200. 200 books. Books. الاختيارات. Space الاخر. فين space الاخر؟ اه. تمام ها. Both or every or neither or each. Every. Neither or each. Either. وبعدين. Each. Each. Every or neither or each. تمام. طبعا هنقولها تاني. On some libraries there are shelves that can have as many as 200 books. الجملة مش حلوة كده. 200 books. أنا يعني يا إما نكتب in some libraries there. In طبعا are shelves. يا إما on some libraries their shelves. There are shelves. Okay. There are shelves that can have as many as 200 books. طبعا each هي المفروض تكون الاختيار السليم. لان انا بتكلم على انه each shelf should have يعني some books او 200 books. تمام؟ كل واحد من الشيلفز اللي موجودين دول في اللايبرري بيتحمل 200 كتاب. فهمتها كده؟ طب وعادي each تيجي في الاخر؟ عادي جدا انها تيجي في الاخر. ولكن احنا يعني مش هنقول on some libraries, هي المفروض تبقى in some libraries. I gave one pound each. بالظبط. يعني each عادي جدا تيجي في الاخر مفيش مشكله. خلاص تمام. شكرا. احنا شاكرين جدا يا احمد اتصالك. وزي ما قلنا مس ايمان مره ثانيه ان راسندل thought that he made a mistake when he couldn't give an answer to the question addressed asked by the French ambassador, but when he mentioned this to Sapt, Sapt told him that it is okay, it can go, because even the real king himself couldn't give an answer to such to this a question. Okay. تمام. يعني في أخطاء ممكن يرتكبها. راسندل بعد كده المفروض إن هو يفكر يعني to make popularity for himself. طيب. يعني نفسه بقى شعبية يعني. What things that can Raisendel do to make himself popular among the people of Ruritania and why? Why should he do this? First of all, he should consider his relation with Princess Flavia. لازم يفكر في ان هو يطور علاقته ب Princess Flavia. Why? Because she's very popular and loved from the people of Ruritania. Princess Flavia محبوبة جدا من الناس في Ruritania. علشان كده لو Raisendel أو طبعا the king married Princess Flavia and announced his marriage with her, طبعا ده هيخلي الناس تحب Raisendel أكتر وأكتر أو the king أكتر وأكتر. ودي واحدة من الحاجات اللي هو طبعا فكر فيها. بالإضافة لده he wanted to go to visit the old part of the town or the old part of the city. كان محتاج ان هو يزور الأماكن القديمة اللي موجودة في السيتي. طبعا كل الأفكار دي هو فكر فيها Raisendel بدون اللجوء لسابت وفريتز, لأن هو حس انه لازم يتخد إجراءات. بقى هو دلوقتي بقى فعلا كينج موجود ولازم ياخد الدور الحقيقي بتاع الكينج, ومش مشكلة لو هو خد some decisions away from طبعا the control of Sapt all the time, بعيدا عن تحكم Sapt معظم الوقت لأنه كان بيبقى خايف عليه جدا. فهو قرر انه لازم يروح للold part of the town, للجزء القديم اللي موجود في المدينة اللي طبعا معروف انه كان البوبولاريتي فيه لديوك مايكل اكتر. هو بيحاول بقى انه هو يحسن العلاقة ما بينه وما بين الناس في البارت ده علشان يكسب البوبولاريتي بتاعتهم. فمن ضمن الحاجات اللي قام بيها انه هو خد الحصان بتاعه ونزل للأولد بارت اوف ذا تاون, وطبعا مشي في المكان ده وشاف بنت او بنوتة صغيرة بتبيع ورد. خد منها وردة واداها جولد كوين, واداها عملة ذهبية طبعا
في الحالة دي الكل كان مبسوط جدا في البارت ده من التاون بالحركة اللي عملها، وكلهم اتبعوه وفضلوا ماشيين وراه لأنهم حسوا that he really cares، ان هو فعلا مهتم بيهم. وده طبعا كان مختلف عن اللي كان بيتم قبل كده في وقت ال previous king او الملك السابق اللي هو طبعا كان ابو ال recent king او الملك الحالي. Yes, great. طيب تعال نشوف اتصال. We have a phone call from Armenia. I think we have شيماء. ازيك يا شيماء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا مستر. الله يسلمك، اتفضلي. انا سؤالي سؤالين في القصه. اتفضلي. انا بقول do you think Rassembly wanted to show واحدة عشان نكتب معاك كده. Do you think Rassembly wanted to show the Martian to إيه؟ To show to show ها to show Marshall he was the Marshall he was courageous he was إيه؟ شجاع courageous courageous also convinced also إيه؟ convinced convince the poor that he was good or both that he was good or bad good or bad yes. why and why تمام. طب انت رايك ايه يا شيماء؟ هل راسندل كان محتاج ان هو يوري مارشال تراكنز that he was courageous ان هو شخص شجاع؟ طيب انت شايفه انه طيب ليه متخيله انه ممكن يكون حابب انه يعمل حاجه زي كده؟ علشان محدش يعرف ان هو مش شجاع كان بالظبط. دي طبعا one point علشان ما يحسسهوش ان هو خايف، عشان يحسسه ان هو a real king وليه authority وسيطرة في المكان. فدي واحدة من البوينتس. البوينت التانية انت شايف ان هو كان، احنا لسه يعني تقريبا قايلين حاجة شبه كده دلوقتي، هل هو كان عايز يقنع ال poor people ان هو كان شخص كويس او سيء؟ ها what do you think؟ الناس اللي في ال old part of the town اللي هم كانوا فقراء، هو كان عايز يقنعهم بانه هو ايه؟ ان هو good king. Why؟ ليه هو كان عايز يوريهم ان هو good king؟ اكيد لانه عشان يكون يحبوه اكتر من ديوك مايكل؟ اكيد، لان هو في تنافس شديد مع ديوك مايكل، خصوصا لما عرف القصه بتاعت ديوك مايكل من الاونر اوف ذا ان، الليدي اللي هي كانت صاحبه الان. فاكره البارت ده او الليدي دي، الشخصيه دي، لما حكيت له ان ديوك مايكل كان عنده بوبيلاريتي جامده جدا وان هما بيحبوه اكتر ويتمنوا ان هو يبقى الملك، ولكن طبعا راسندل فكر في انه لازم هو اللي يكسب البوبيلاريتي ويحس بالناس، لان هما حاسين انه محدش حاسس بيهم في البارت ده من التاون، وعلشان كده الملك القديم خسر الشعبيه بتاعته في الجزء ده من التاون. راسندل كان حابب انه هو طبعا يبين او يوضح ان هو ليه شعبيه كويسه ويكسب ود الناس ليه، لانه ده هيعمل له سبورت جامد جدا او دعم جامد جدا في وجوده او في مكانه ككينج، وهيقوي من موقفه. تمام؟ تمام. اوكي. يبقى اجابتك كده يا شيماء ان يس على النقطتين، ان راسندل wanted to show the marshal that he was brave، ان هو فعلا شجاع، مع فكره ان the old part of town or the people in the old part of town are supporting the duke، الناس بتأيد ديوك مايكل. يبقى لما يدخل لوحدك في هذا الجزء اللي بيأيد ديوك مايكل يبقى فعلا انت بريف. تمام. وزي ما هو كان بيعتقد ان the marshal was testing him، كان بيختبره، and he wanted to do the test and fortunately he managed to pass it.
كمان عندنا النقطة التانية إن فعلا كان عايز يبين للناس اللي هم البور بيبول that he trust them بيثق فيهم that he is a good king he would be a king for all the people of Rotania not for just the rich ملك لكل الشعب وليس فقط للأغنياء زي ما كان his late father اللي هو رودولف the fourth زي ما كان الملك رودولف الرابع. تمام كده يا شيماء؟ تمام. ممكن سؤال ثاني؟ سريعا اتفضلي. Why did Sat want to continue with the game? Why did Sat? ما انا عايزك تجاوبي انت على السؤال. No. Why did Sat want Rassendel to continue with the game? انهي جيم الاول؟ هو في عندي اختيارات. انت عايزه انت عندك اختيارات. طب بس جاوبين الاول كده بالنسبه للجيم كان مقصود بايه هنا؟ اللي هو بريتند. ايوه تو بريتند از ريال كينج. تمام ان هو يستمر في تمثيل دور الملك الحقيقي. طيب ليه كان عايز يكمل دور الملك سابت رغم ان احنا متفقين لما راحوا مصر هانتنج لودج هي وانتد هيم تو ليف ذا كانتري از سون از بوسبل يسيب البلد بقدر المستطاع. طب ليه طلب منه يستنى او يكمل؟ ايه اللي حصل وخلاه خلى سابت يطلب من راسم دول يكمل دور الملك؟ زعير كينج وكتنات. تمام ان الملك الحقيقي تم اختطافه. يا ذات ست. طيب قولي تشويس تحت كل الاختيارات. To prevent Michael from being crowded. To prevent Michael from being E? From being crowded. From being crowned. Oh, from being crowned. تمام. To worry Michael a bit more. To E? To worry Michael a bit more. Michael a bit more. Huh? ايه تاني؟ To be a king until Zarian king. To be a king until the real king returns. The real king return. All of this. انا شايفه all of this طبعا لانه هو كان محتاج ان هو يخلي طبعا الحاجه الاساسيه ان هو يبقى كينج لغايه لما الريل كينج يجي. ولكن وهما بيفكروا في الخطه بتاعتهم كان مهم ان احنا نشوف انه كانوا بيشوفوا الجانب الاخر. ديوك مايكل تصرفاته هتكون ايه في حاله انه تم اختطاف الملك وانه راسندل هيرجع بلدهم. طبعا في الحاله دي هم عارفين ان مايكل بيخطط كويس قوي لانه يتخلص من الكينج ويبقى هو الملك وانه يتخلص كمان من راسندل، فكانوا محتاجين يامنوا نفسهم. فعلشان كده لازم ان هما كانوا يخلوه يقلق شويه. To worry Michael a bit more يعني يخلوا مايكل يقلق شويه فيخاف وما يقدرش ان هو ياخد اكشن بثقه لانه هما محتاجين يهزوا ثقته في نفسه شويه علشان ما يقدرش يأذيهم. بلس كمان ان هما كانوا اكيد عايزين يمنعوا مايكل من ان هو يبقى الكينج. ف all of this ده الكوركت انسر. Yes. تمام. طبعا مع الوضع في الاعتبار ان السؤال زي ده مش شايف امتحان لان السبب الرئيسي في اللي خلى طبعا ان هو يكمل ان هو طبعا ان الملك تم اختطافه وعايزه يستنى ملك على اساس رجوع الملك لغايه رجوع الملك الحقيقي. تمام. لكن طبعا لان كلمه تواري مايكل ابيت مور ده كان جت في موقف تاني كمان تو بريفنت هيم بينج كراوند احنا قلنا المملكه نفسها would go into طبعا to Michael in 24 hours لو الملك نفسه ما ظهرش. تمام. ولكن طبعا زي ما قلنا الكتب الخارجيه مسلمين بتحط حاجات كده غريبه شويه. ايوه تمام. anyway. نرجع تاني للشاشه عندنا ونشوف رودولف راسندل told everyone that he couldn't write. راسندل كان بيقول للشعب او للناس ما يقدرش يكتب because of his finger. احنا قلنا طبعا ان هو اصيب او احد رجال ديوك مايكل استطاع ان يصيبه في اصبعه. في الهانتنج لودج لو تفتكروا so many important documents وثائق كتيره were not completed ما كانش طبعا بيوقع عليها كملك. الحجه بقى ان صباعه بيألمه ما يقدرش يستخدم قلم او اذا كان ريشه في الوقت اللي بيكتب بيها يعني. discussion about attacking Michael لازم بقى نخطط هنستنى كده احنا عارفين الملك تم اختطافه لازم ننقذ الملك ونهاجم
Michael. Fritz also said that Michael would kill the king. سابت believed that he wouldn't kill. يعني احنا شايفين سابت فريدز دايما متسرع شويه وشايف ان مايكل ممكن يموت الملك. سابت بيقول له that that Michael wouldn't kill the king because he knew, لانه عارف كويس قوي راسندل would stay king, راسندل هيستنى كملك instead. And he couldn't accuse him of anything because then people would know that he kidnapped the king. راسندل said they couldn't accuse him, ما يقدروش كمان هم يتهموا ديوك مايكل without admitting that he were not the real king. يعني احنا وصلنا نقطة مس إيمان اللي هي بنسميها stalemate. وقلنا اتفقنا كلمة stalemate يعني ورطة تمام أو مأزق. إن ديوك مايكل can't say in public, ما يقدرش يقول قدام العامة that راسندل is not the real king, إنه ملك مش حقيقي او ملك مزيف. Without he himself admitting his guilt, اللي اعترف هو نفسه بالخطا بتاعه. ايه هو خطاه؟ That he kidnapped his brother اللي هو the real king and again he killed the servant, قتل الخادم. راسندل كمان ما يقدرش يقول ان ديوك مايكل kidnapped his brother. At that moment people would ask, or at that point people would ask him, where is the real king? فين طب الملك الحقيقي؟ اكيد طبعا راسندل مش هيقول لهم I am a fake one او a pretended one. عشان كده زي ما قلنا stalemate, واحنا اتفقنا ان stalemate is like a battle where two sides او the two enemies, العدوين في المعركه can't make progress او can't win, ما فيش حد فيهم قادر يفوز ولا يعمل اي يحرز اي تقدم. فدي طبعا كانت stalemate اللي اعتمد عليها سابت وفريدز وراسندل في ان هم يخططوا how to rescue the king, او كان اكيد بالنسبه لهم ان الملك still alive. تمام. هناخد اتصال. وي هاف اميره فروم المنيا. اميره ازيك؟ طبعا شباب المنيا زي الفل اللي بيتصل كتير. طبعا اكيد منورين. ازيك يا اميره, اخبارك؟ الحمد لله, انت اخبارك ايه؟ كل عام وانت بخير يا اميره. ازيك يا مسيمان؟ اهلا يا اميره, نورتينا يا حبيبتي. انا عايزه اسال سؤال. اتفضلي. students that choose are students are recommended are recommended recommended نقط نقط ها space ايه space space ماشي ها وبعد space the following books the following books. تمام. بعد كده بقى الاختيارات ايه؟ To read. Reading. Reading. See. That they reading. Not reading. وبعدين not reading. Not reading. طيب هي to read. Students are recommended to read the following books. تمام؟ طيب. بعد اتفضلي, عايزه تقولي ايه؟ ريكومند, احنا كنا بنقول ان الفعل بيجرى اي ان جي. هنا اخترنا ليها to read. تمام, لانه students are recommended to read. هنا احنا بنقول ان الطلبه حد بيقترح عليهم ان هم يقروا. تمام, لكن ما فيش هنا اختيار مثلا recommended reading the following book, هنا مش هتكون مظبوطه لانها تدي معنى مختلف. زي ما قلنا يا اميره كده, لو قلنا مثلا we recommend reading, ده اللي كان قصدك. We recommend reading. We as teachers miss Iman and I recommend reading, يعني بنشجع او بنوصي بالقراءه. تمام. طيب لو قلت we recommend وقلنا اميره, يعني احنا من هنا بنزكي اميره, ممكن طبعا بالنسبه لنا ناون اهو اسم عادي او اسم شخص او كاكشن او كاكتيفيتي اللي هي كلمه ريدنج, لكن الجمله بتاعتك باسيف مبنيه المجهول. قلنا students are recommended. تمام كده, زي بالظبط كده are encouraged or asked. معايا كده؟ تاني عشان هنا مجهول فانا ايوه مبنيه المجهول. students are recommended or asked are advised. كل ده يبقى لازم تو زائد ايه؟ تو زائد مصدر. وصلت؟ وصلت. ايه كمان؟
بس هو السؤال ده. احنا شاكرين اتصالك يا اميره وكل سنه طيب. نرجع تاني قلنا راسندل سيد ذات زي كودنت اكيوز بتكلم على الستيل ميت. راسندل سيد ذات هي كودنت اكيوز ديوك مايكل وزاوت ادميتنج ذات هي هيمسيلف واز نوت ذا ريال كينج. فريدز سيد ذات نو وان كود دو انيثينج ات واز ا ستيل ميت. يبقى الكلمه نفسها كلمه ستيل ميت ايمان ذكرت على لسان فريدز. تمام؟ قلنا ستيل ميت يعني ورطه او مأدق. مايكل سكس مان. مايكل سكس مان ار سبيشال سولجرز. مين هم بقى دول؟ الست رجال بتوع مايكل هم جنود خاصه. هو مايكل كيبت ان هيز هاوس او ات اول تايمز. Three of them were from Mauritania and the others were foreigners. Half of them were in Strelso with the Duke and the other half were at the castle of Zenda guarding the king who was held prisoner there. احنا لو موجودين في الكابيتال سيتي اللي هي Strelso العاصمة فاحنا شايفين فيه المفروض ديوك مايكل لما بيبقى موجود فالمفروض all the time is accompanied by his six soldiers اللي هم الست جنود بتوعه. Three of them are foreigners, mercenaries اللي هم مرتزقه اللي هم ديجاتت بيرسونن اند ديتشارد. على المقابل بقى في اللي هم three روريتانيانز ثلاثه من روريتانيا اللي هم لينجرن كرافتستاين زي ما بنطق انجلش الالمان طبعا كرافتستاين احنا عارفين طبعا الدوله نفسها روتين بتتكلم الماني وكمان عندنا روبرت هنزو يبقى لونجرام كرافتستاين وروبرت هنزو دول بالنسبه لنا ذا روتينيانز وير ات زندا ذا كاسل اوف زندا موجودين في القلعه فالاستنتاج الديدكشن اللي عمله راسندل وسابت ليه مش موجودين في الكابيتال في العاصمه؟ ما عندي اكيد دول ذي ار جاردنج ذا ريل كينج بيحرسوا الملك يبقى الملك هنا ستيل الايف يبقى احنا دلوقتي وي ار لوكينج فور كلوز او ايفيدنس بندور على دليل ان يا ترى الملك عايش ولا لا فاكيد طبعا سابت مش راجل بقى بسيط في الدوله لا ليه ماسنجرز او ليه رسل بتوعه بيجيبوا له الاخبار من زندا بيقولوا له ان القلعه بتاعت زندا كلنا عارفين ان في ذير از ا درو بريدج ذات كونكتس ذا كاسل تو ذا مانشن في كوبري متحرك بيربط القلعه بالقصر بتاع ديوك مايكل. That draw bridge is up all the time. الكوبري ده مرفوع طول الوقت. وفي نفس الوقت العاصمه نفسها ستريلسو خاليه من 3 روتينز، الثلاثه بتوع روتينيا. الثلاثه موجودين فين دلوقتي؟ بيحرسوا الملك، يبقى الملك ما زال على قيد الحياه، وفين مكانه بالظبط؟ اكيد موجود في القلعه بتاعت زندا. My question is Miss Iman. Whom do you think is more dangerous, the foreigners or the Ruritanians? Tafadali. Well, I believe that the Ruritanians are more dangerous. أعتقد إن Ruritanians هم أكثر خطورة من strangers. أنواعي. ليه بقى؟ علشان طبعاً إن المرتزقة هم وراء رزقهم، يعني هم بيجوا مع اللي يدفع لهم أكتر. تمام فانا جاي وظيفه لكن انا مش انسان وطني عندي انتماء لشخص او لحد وعندي انتماء لبلد طبعا ده الموقف بقى بتاع الناس اللي هم الروريتانيانز دول طبعا ناس وطنيين متابعين ديوك مايكل لان هم عندهم انتماء شديد جدا ليه فصعب جدا ان احنا نغير في طريقه تفكيرهم او نقول ان هم ممكن ناثر عليهم انهم يتغيروا ويبعدوا عن مايكل او ديوك مايكل وتفكيره ولكن طبعا المرتزقه سهل قوي ان انا ممكن اثر عليهم باي عروض مغريه لان هو مش من البلد هو ما يهموش البلد في شيء هو جاي وظيفه ممكن انا اثر عليه باي شكل معين اديله اوفر اعلى من اللي ديوك مايكل بيديه وفي الحالة دي ممكن هو يغير انتمائه تماما ده كده الشكل بتاع الخطورة بتاع يس يبقى كلهم ليال الليال يعني ان هم كلهم غير مخلصين للبلد ولكن طبعا زي ما قلنا اللي هم الروتينز اكيد هيبقوا اكتر خطورة because they are betraying their own country بيخونوا طبعا بلدهم نفسها تمام وده طبعا يعني هيبقى اسوأ جريمة ممكن
حد يرتكبها انه يخون بلده. تمام. لو جينا على الشاشه ثاني مس ايمان هنلاقي ان بتكلم على البوبولاريتي بتاعت راسندل، بنقول ضيف راسندلز بلان تو جين بوبولاريتي، ازاي يكتسب طبعا الشهره بين الناس. He didn't want the poor people to side with Michael، مش عايز الناس تقف بجانب مايكل. If there was a fight، كان متوقع طبعا يكون في، ممكن يحصل ان يكون في فايت، قتال بينه وبين ديوك مايكل، عايز يكتسب الناس في صفه. He didn't want to be a distant king who people only heard about، اكيد مش عايز يبقى ملك مبعد او ملك الناس تسمع عنه بس ما تشوفهوش. عشان كده he wanted to visit Princess Flavia، the people seemed very pleased that he had gone to see her، الناس سعداء ان هو راح يشوف طبعا Princess Flavia. Moreover if he had the support of the princess this could help him، اكيد طبعا راسندل راجل بيخطط كويس، لو اكتسب التأييد او الدعم من برنسس فليفيا ده هيسار طبعا في قتاله لو حصل بينه وبين ديوك مايكل. رضيف راسندل decided to be careful when he talked to the princess، he needed the princess to trust him but he didn't want to say too much to her or she would realize he was not the real king. اكيد طبعا ممكن تسأله في حاجات خاصة تكون تعرفها عنه، فطبعا كان ايه، كان لازم يكون حريص جدا في حواره معاها. انا شايف كده راسندل يعني زي ما اقول بقى كده بالمطلقه سندان، يعني he wanted the princess to trust him but again he was careful not to be discovered، لا يتم ايه اكتشافه. اكيد طبعا ناس ايمان الوقت ما بيكفيش زي ما حد من احبائنا الطلبه قال لنا، على وعد ان شاء الله نكمل ولكن نغير بقى المره الجايه، خلينا نستنى في واحده باذن الله. يعني اكيد شاكرين جدا لحضرتك، كل سنه طيبه. ثانكس لوت فور الايفورت اند ثانكس تو اول ذا بيبل بيهايند ذا كاميرا اند تو اول اوف يو اور دير ستودنتس اند انتل نيكست تايم جود لك اند جود باي.